أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إيجابية وصلت إلى 29%. وقال وزير الصحة فراس سواري إن نسب الإشغال في المستشفيات الميدانية ليست مرتفعة، وأكد أنها شغلت نحو 30 إلى 35%. بشأن مستشفى عمان الميداني قال الهواري للمملكة إن نسبة الإشغال فيه بلغت 113 من أصل 400 سرير. وأضاف أن الوزارة وضعت خطة للطوارئ في حال ارتفعت أعداد الإدخالات. هذا ودعا مدير مركز وادي سير الصحي محمد الحسامي المواطنين للإقبال على أخذ المطاعيم المضادة لكورونا، مبينا أنها تسهم في التخفيف من الإدخالات للمستشفى، وأشار إلى أن الإقبال بشكل عام على تلقي المطاعيم في المركز الصحي ضئيل. نعم، مركز صحي وادي سير الشامل يعتبر من أكبر المراكز اللي عليها إقبال على المطاعيم بشكل عام. نعم، هو بشكل على الجرعة الأولى والثانية والمعززة، لو أخذناها بلغة الأرقام، الجرعة الثالثة ما بين 40 إلى 70 جرعة يتم إعطائها يوميا في هذا المركز، ومن 200 إلى 300 شخص يتلقون الجرعة الأولى والثانية في المركز. لأنه علما تحدثنا أنه هذا الإقبال لا يلبي الطموح في أخذ المطاعيم، علما أنه الآن إحنا مقبلين على فصل الشتاء وزيادة العدوى في هذا الوقت. علينا التوجه إلى مباشرة إلى أخذ المطاعيم للحد من انتشار الوباء ودخولات المستشفيات، إضافة إلى أن نحافظ على الاستقرار الوضع الوبائي وعدم الدخول إلى المستشفيات وإرباك القطاعات المختلفة لا سمح الله. هذا في العاصمة. أما في المحافظات فالحال مغيرة، إذ تشهد محافظة الكرك وفق مصادر صحية ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويتزامن الارتفاع بأعداد الإصابات في المحافظة مع تراجع الإقبال على تلقي المطاعيم المضادة للفيروس، كما أن هناك تفاوتا واضحا بالالتزام بالإجراءات الوقائية بين المواطنين وفي المنشآت التجارية وغيرها. زادت التحديات التي يشكلها التدخين مع انتشار فيروس كورونا بجميع موجاته، حيث تؤكد غالبية الآراء الطبية وجود رابط قوي بين التدخين والإصابة بكورونا من ناحية طول فترة الإصابة وما يرافقها من تأثيرات سلبية عند المدخنين وما يرافق ذلك من أمراض تصيب الجهاز التنفسي للشخص المدخن. عن وعاء الصحة يبتعدون وبشرك قاتل صامت يقعون، أولئك هم معشر المدخنين. هم أيضا في زمن الكورونا يعيشون بحجم خطر إضافي يعلمونه أو لا يدرون. التجربة وحدها حال الإصابة بكورونا تستطيع التحدث عن التدخين كقاتل مجنون. المدخنون في الأردن البلد الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بنسبتهم البالغة 42%. يحيط بهم ضرر يحطم الصحة ويترك من تسكن أنفاسه إدمان السيجارة ومنتجات النكوتين عرضة أكثر للإصابة بكورونا 3 مرات مقارنة مع غير المدخنين بحسب الجهات الصحية. صورة طبقية لأحد الأشخاص المدخنين السابقين الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى إحداث التهاب رئوي أضر بأنسجة الرئة وأدى إلى إحداث تليفات على الرئة. التدخين وما فيه من تمزيق للجسد وعبوره كوسيلة أنيقة للانتحار لا يبتعد بصاحبه عن أسوأ الحالات وما يتبعها من ويلات إذا ما اقترن بكورونا. التدخين بشكل عام يزيد من احتمالية حدوث الالتهاب الرئوي سواء بكورونا أو بالفيروسات الأخرى. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أيضا أن ما يقارب 8 مليون وفاة سنويا ناتجة عن التدخين. وتوزعت أرقام التدخين الصادرة والصادمة عن منظمة الصحة العالمية أردنيا بأن نسبة المدخنين من الذكور بلغت 70% والإناث 9%، وتوزعت الفئات العمرية من 18 عاما فما فوق ب 29% و 13% للمدخنين من 13
إلى 15 عاماً. أغلب الدراسات أكدت على أن التدخين هو ضار بالصحة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقال إنه التدخين ملوش انعكاسات سلبية على الناس اللي هم قد يصابوا بالكورونا. ثنائية التدخين وكورونا وما تحمله الأرقام معها دعت الجهات الصحية للبحث عن أفكار لمحاربة ارتفاعها بعيادات تم تدريب كوادرها من خلال مركز الحسين للسرطان ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. جميع محافظات المملكة يوجد عيادات الإقلاع عن التدخين بلغت 26 عيادة، بلغ 4605 مراجعة متكررة لهذه العيادات. محاولات تطويق تصاعد أعداد المدخنين سابقا ومع دخول جائحة كورونا لاحقا، يسعى الأردن معها إلى تطبيق قانون الصحة رقم 47 بحظر التدخين في الأماكن العامة وما يرتبه من كلف إنفاق تصل سنويا إلى مليار دولار. سبق عملنا مقارنة إحصائية بين مستشفى زرق الجديد كلف حوالي 65 مليون، وطلعنا أنه التدخين ببنينا 10 مستشفيات ب 500 سرير سنويا. بسمه واسمه يبقى التدخين في عصر الوباء والبلاء يعيش ضمن سؤال وجودي عن كيفية الخطر والنهاية عند عشاقه. بين آفة التدخين القديمة وفيروس كورونا الحديث تبقى صحة المواطن رهنا بمستوى وعيه تجاه خطورة الإصابة بفيروس كورونا وضرورة الإقلاع عن التدخين، كما تشير إلى ذلك الآراء الطبية وبشكل فوري. عبيد ضمور، المملكة، عمان. أرحبوا بأستاذي علاج الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. دكتور ضرار، ما هي العلاقة ما بين التدخين وفيروس كورونا؟ تحياتي يا سيدي لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة سيدي أنه التدخين يعني معروف عنه وأثبتت الدراسات أنه يؤدي إلى كثير من الأمراض التنفسية وعطب في خلايا الرئة، وبالتالي تصبح الرئة غير قادرة على مقاومة الفيروسات ومنها فيروسات كورونا. وبلا أدنى شك أنه فيروس كورونا هو فيروس تنفسي يدخل إلى الجهاز التنفسي العلوي ثم ينزل إلى السفلي، وبالتالي إذا كانت الرئة الحقيقة فيها عطب سيزيد الطينة بلة، والمريض يعني المرضى اللي مصابين بما يسمى بالCOPD اللي هو الانسداد الرئوي بسبب التدخين الحقيقة يعانوا من مضاعفات فيروس كورونا أكثر من الأشخاص الغير مدخنين. هذا ما نلاحظه في غرف العناية الحثيثة وفي المرضى المدخلين للمستشفيات. نعم. طب دكتور، فعليا هل هناك أي دراسة، هل هناك أي رقم محليا عربيا أو حتى عالميا يربط ما بين أعداد المصابين إن كانوا مدخنين أم لا؟ سيدي في هناك دراسات عالمية الحقيقة أثبتت الدراسات أنه أعداد المصابين المدخلين إلى المستشفى قرابة من 30 إلى 50% حسب البلدان اللي عملوا الدراسة كانوا من المدخنين. يعني أشارت الدراسات إلى أن المدخنين كانوا من الفئات ذات الاختطار العالي اللي ممكن يصير في عندهم مضاعفات، ولهذا فإن المدخنين دائما في البروتوكولات العلاجية يتم إعطائهم المضادات الحيوية بالإضافة لمضادات الفيروسات، لأنه هناك فرصة كبيرة أن يتم نزول الأكسجين عندهم والتهابات البكتيرية الثانوية وبالتالي تدهور الحالة ودخولهم إلى غرف العناية الحثيثة. نعم، لكن يعني أيضا هذه النسبة تقودنا إلى أنه الفيروس لا يفرق بين مدخن وغير مدخن فيما يخص الدخول إلى المستشفيات. يعني سيدي إحنا الفيروس هو فيروس تنفسي، ونعم لا يفرق بين صغير وكبير ولا صحيح وسقيم، ولكن علينا أن نقول أن هناك فئات ذات اختطار عالي ما فتئنا ننصحهم أن يأخذوا اللقاح، وهم كبار السن، المدخنين اللي عندهم بدانة، والمرضى أمراض المزمنة. فبلا أدنى شك بأنه المدخنين هم من الفئات ذات الاختطار العالي اللي يعني أفضل شيء ممكن يعملوه هو أن يتركوا التدخين بشكل تدريجي، لأن هذا ممكن فعلا أنه يقيهم من يعني الإصابة. ترأت إشاعة أو مش إشاعة، هي كانت دراسة على النيكوتين، والحقيقة أنه يعني الناس صارت تتكلم فيها أنه والله أنا بدخن فأنا محصن من الفيروس. هذه دراسة تحليلها غلط، التحليل ساحة كان غلط. نعم النيكوتين ممكن
أن يساعد مخبريا، هذا مخبريا وليس على النطاق البشري، أنه يمنع دخول الفيروس إلى الخلايا. ولكن نحن نتكلم بشكل عام، المدخن هناك أكثر من 3-4 آلاف مادة سامة تدخل إلى جسم الإنسان، وبالتالي يعني تقوم بهذه الالتهابات والعطب اللي ممكن يصيب خلايا الرئة، بما في ذلك أيضا كمان السرطانات. نعم دكتور، اسمح لي بالعودة إلى هذه الدراسة تحديدا، لأنها كما تعلم انتشرت بشكل كبير جدا. هل فعليا المدخنين يمكن ألا يصابوا بكورونا أكثر من غيرهم لأنهم يدخنون؟ لا يا سيدي، هذه الـ 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 يعني الـ الجملة ليست صحيحة علميا. لا نستطيع أن نقوم يعني نقوم بعلاقة سببية بين المدخن وقلة الإصابة، لا هذا كلام غير علمي. الدراسة اللي انتشرت في أول الجائحة كانت تتكلم على النيكوتين، وهناك فرق بين النيكوتين وبين التدخين. التدخين هناك أكثر زي ما حكيت من 3-4 آلاف مادة عند الاحتراق، لكن النيكوتين بحد ذاته كمادة تم التجربة عليه مخبريا وكان له أثر، أنه نعم ممكن أنه يمنع دخول الفيروس إلى الخلايا، لكن هذا لا يمكن استنتاجه على الناحية الحياتية، يعني على المريض أو على الإنسان اللي يقوم بالتدخين، لأن التدخين ما بيحتوي على مادة النيكوتين وعلى أيضا 3-4 آلاف مادة أخرى. وبالتالي الاستنتاج الواضح الأكبر هو أنه التدخين نعم يزيد من احتمالية أنه مريض الكورونا تتدهور حالته إلى الحالة الحرجة، وبالتالي دخول العناية الحثيثة ولزوم يعني إعطاء الأكسجين يعني الضغط العالي حتى يستطيع أنه يعني نقوم بإجراءات العلاج. نعم، وحتى يستعيد مستويات الأكسجين السليمة والتي يجب أن تكون. طب دكتور، بالحالة الأردنية هل تم دراسة أي أرقام، مراجعتها، أخذ أي بيانات تتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى مراحل خطيرة خلال علاجهم بكورونا أو لا سمح الله فرقوا الحياة؟ هل كانوا أكثر مدخنين أم لا؟ يعني سيدي أنا ما في عندي دراسة، نحن نقوم بدراسات أخرى الحقيقة، وإن شاء الله رح نقوم بهذه الدراسة حتى نستطيع أن يعني نقارن بين الأشخاص اللي يعني ما عندهم يعني عوامل اختطار وبين الأشخاص اللي عندهم عوامل اختطار. لكن يعني من ناحية عامة بشكل عام، نعم سيدي، اللي كنا نفقدهم الحقيقة يعني أغلبهم 60-70% منهم كان عندهم يعني لو اختطار واحد، إما مثلا كانوا من كبار السن، إما كان لهم عندهم يعني أمراض مزمنة غير مستقرة كالسكري أو أمراض القلب، أو كانوا من المدخنين الشرسين الحقيقة اللي لم يستطيعوا أنه يعني يأخذوا الأكسجين بشكل جيد، وبالتالي لم يسعفهم إعطائهم يعني أكسجين بضغط عالي. فلهذا نحن نقول بأن المدخنين هو من يعني من الفئات الخطار العالي اللي يجب عليهم أنه يعني يفكروا يعني مرة أخرى بأنهم يعني يبدأوا بالتقليل من تدخينهم أو حتى الإقلاع عن التدخين. أستاذ علاج الأمراض المعدية، عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، دكتور ضرار بلعاوي، شكرا جزيلا لك. أرحب من شيكاغو باختصاصي الأمراض الصدرية الدكتور محمد زاهر سحلول، أهلا وسهلا بك معنا دكتور. نبدأ بالتدخين وكورونا، ما هي العلاقة وما هو الرابط بين الوبائين إنجاز التعبير؟ حياكم الله أخي العزيز. طبعا موضوع مهم جدا، بسبب أن التدخين بشكل عام كما ذكر التقرير يؤدي إلى أمراض مختلفة، منها أمراض النفاخ الرئوي، التهاب القصبات المزمن أو COPD، سرطانات الرئة، سرطانات المثانة، سرطانات الحلق، سرطانات المعدة، وأيضا طبعا التصلب الشرياني والاحتشاء العضلي القلبي والستروك الفالج، هذا كله من تأثير التدخين الذي يؤدي إلى الوفاة. طبعا التدخين مضر ويؤدي الى امراض مختلفه تؤدي الى الوفاه. ارتباط التدخين بالكورونا امر يعني كان في البدايه محيرا بعض الشيء، لان هناك بعض دراسات غير الدقيقه وبعضها كان مدعوما من شركات التدخين، اظهرت ان التدخين ان نسبه المدخنين الذين يدخلون المستشفى بالاصابه بالكورونا اقل من نسبه المدخنين بشكل عام، وهذا ادى الى حيره علميه. ولكن دراسات الأخيرة كما ذكر التقرير تؤكد أن المدخنين يزيد نسبة إصابتهم بالمرض الشديد بدخول المستشفى وبالوفاة بسبب الكورونا. فحاليا يعني لا يوجد هناك مجال للشك أن التدخين مضر
ليس فقط بارتباطه بالأمراض الأخرى وإنما بتأثيره على مرض الكورونا مما يؤدي إلى الإصابة الشديدة والدخول إلى المستشفى والموت. نعم دكتور، الدراسات تحدثت بأنه في حال الإصابة بكورونا لأحد الأشخاص وكان مدخنا فإنه عرضة أكثر من غيره للدخول إلى المستشفى والتعرض لانتكاسات متتالية ولا سمح الله الوفاة. لكن هناك أيضا بعض الدراسات التي انتشرت كثيرا وبالتأكيد اطلعت على بعضها تؤكد بأنه التدخين يمنع أو يقلل من فرص الإصابة منذ البداية بفيروس كورونا. نعم، الدراسات التي تشير إليها هي دراستين، دراسة في الصين ودراسة في فرنسا. هذه الدراسات طبعا غير دقيقة بسبب أنها انتقت بعض المرضى بشكل غير عام ولم يعني تتابع هذه المرضى على فترة طويلة. فطبعا من الناحية العلمية عندما تكون هناك دراسات يعني لا نركز على دراسة واحدة أو اثنين وإنما نركز على مجمل الدراسات. كما تذكر أن هناك دراسة صغيرة أظهرت أن الهيدروكسيكلوروكوين يؤدي إلى الحماية من إصابة بالكورونا، ولكن صحيح. الدراسات اللاحقة أظهرت عدم تأثيره. هناك بعض الدلائل على أن النيكوتين ممكن يؤدي إلى إنقاص عدد المستقبلات التي تستقبل فيروس الكورونا، وبعض العلماء قالوا أنه ربما النيكوتين يؤدي إلى الحماية من المرض الشديد من الكورونا، ولكن الدراسات الأخيرة أظهرت عكس ذلك. لكن هذا النيكوتين وليس التدخين. نعم، النيكوتين كما نعرف هو جزء من مكونات السيجارة أو الأرجيلة، أما التدخين بشكل عام هناك مواد سامة يعني عددها تقريبا 100 إلى 150 مادة سامة مختلفة موضوعة في السيجارة أو في الأرجيلة، وهذه كلها تأثيراتها على الالتهاب شديد، تؤدي إلى زيادة الالتهاب، إلى زيادة الأمراض التنفسية، إلى زيادة الإصابة بالجراثيم والفيروسات بما فيهم فيروس الكورونا. لذلك التدخين يجب أن يمتنع عنه الشخص حاليا طبعا بشكل فوري لمنع الإصابة بالأمراض التنفسية، الاختلاطات المزمنة، ولتخفيف من شدة المرض إذا لا سمح الله أصيب المريض بالكورونا. نعم دكتور، بما أنك في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن المدخنين من الأمريكيين، هل كان هناك أي دراسات أو أرقام أشارت إلى نسب هؤلاء الأشخاص؟ كم منهم أصيب؟ كم منهم دخل إلى المستشفيات؟ وكم منهم فارق الحياة؟ لا توجد حاليا يعني دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية دقيقة حتى يعني نربط بين التدخين كمسبب والتأثير كسبب. لابد من دراسات تجرى على عدد كبير من الناس لفترة طويلة نسميها دراسات مستقبلية. طالما المرض بشكل عام لا زال حديثا حتى ولو أن مر عليه سنتين، فهذه الدراسات ستظهر في المستقبل. الدراسات الموجودة حاليا خاصة الدراسات الأخيرة أظهرت أن التدخين يؤدي، التدخين السابق يعني الناس الذين كان لديهم قصة سريرية في التدخين، نسبة إصابتهم بالكورونا الشديدة أكبر، نسبة وفياتهم أكبر مقارنة بالناس حديثي التدخين الذين لا يزالون يدخنون حاليا، ولكن لا نزال بحاجة إلى دراسات أكبر وأعم. وهنا هذه النقطة، عندما يعني قام زميلنا عبيدة بإعداد هذا التقرير يعني كان مستغربا جدا بأنه لم يكن هناك أرقام متعلقة بالمدخنين وغير المدخنين، مع أننا نتحدث عن مرض يهاجم بشكل مباشر الجهاز التنفسي. هل برأيك هناك أي تدخلات من شركات التدخين أو عزوف البعض عن دراسة هذا الأمر؟ طبعا يعني العلم كما تدرك أخي العزيز لا يؤخذ من دراسة واحدة أو من السوشيال ميديا أو صفحات التواصل الاجتماعي. للأسف هذه ظاهرة حديثة وخطرة جدا، أن الناس يقرؤون دراسة واحدة أو يقرؤون بعض تعليقات في السوشيال ميديا ويقولون أن هذا العلم هذا يقول كذا، ولكن العلم يؤخذ بمجمل الدراسات بتعليق المنظمات الكبيرة كمنظمة الصحة العالمية، وهذه كلها يعني تشدد على أن موضوع التدخين موضوع خطير. دراسة واحدة في الصين أو في فرنسا أو دراستين لا تعني أي شيئا مقارنة بمجمل الدراسات التي أثبتت بما يعني يكون هناك مجال للشك أن التدخين مضر على الصحة بشكل عام
ومضر ايضا بالنسبه للاصابه في الكورونا، ولا نزال بحاجه الى دراسات اخرى حول توضيح هذا الموضوع. نعم، من شيكاغو اختصاصي الامراض الصدريه الدكتور محمد زاهر سحلول، شكرا جزيلا لك.